السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. مرحبا بكم معي مجددا في قناه سناء ومرضى شانيل، اللي ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيف عودتكم هذه الايام باهم التخفيضات ولي سولد اللي كاينين صراحه في اهم المحلات التجاريه الكبرى. اليوم جيتكم من هذا المحل التجاري الكبير ديال ابتداء من 5 دراهم، محل اسطنبول مدينه القنيطره. جاب الجديد، جاب اواني راقيه، غنشارك معكم الاثمنه ديالهم. جاب كذلك اواني ديال 5 دراهم، سورتو دابا مع حلول شهر رمضان ان شاء الله مقبلين عليه، الله يدخلوا علينا وليكم الصحه والسلامه والعافيه. جاب كذلك هميزات غزالين غنشاركها معكم، خليكم معايا حتى الاخر. واول هميزه بحلول شهر رمضان كيف كتشوفوا معايا 150 درهم هاد الهاشوار غزاله. كاين بزاف ديال الانواع كيف كتشوفوا معايا 150 درهم، هذا هو الثمن ديالها. دابا دايرين فيها السولد كيف كتشوفوا معايا، الشكل ديالها هو هذا، وكاينين انواع واشكال مختلفه، فيها الكبيره الصغيره الموين. المهم هذه ب 150 درهم كيف كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالها، زوينه وكتحتاج في هذه الوقيته هذا سورتو في رمضان احنا مقبلين عليه كيف قلت لكم ان شاء الله. كيتحتاج هكا في التكرات ديال القزبر معدنوس كيهنيك منها، في الخضره بزاف الحوايج. كاينه هاد الصغيره هذه ب 135 درهم، وكاين هاد الطقم هذا ديال اتاي والسكر ديال العطريه كذلك، هذا ب 260 درهم كيف كتشوفوا معايا، الشكل ديالهم غزال. دابا هذا هو طوندونس ديال هاد الاواني هكا اللي كيكونوا فيهم بالخشب، غزالين. كاين اللوينات الكحل الابيض، كاين شكيلات مختلفه صراحه، اواني غزالين وراقيين في المنظر. وكاين هذا ديال الخبز اونصومبل ديال الخبز بالسكر وديال اتاي ديال، المهم بزاف ديال لي بواط هكا كيتحتاجوا فهكا فاش كنديروا فيهم السكر كيف قلت لكم اتاي، المهم بزاف ديال الاشياء. وهذيك لابواط الكبيره ديال الخبز مكتوبه فيها بريد، صراحه غزاله. كاين لوينات وكاين الاشكال مختلفه، بحال دابا هذه صغيره شويه عليها ب 280 درهم، لوينات زوينين. كاينه حتى ديال القهوه، ممكن قلت لكم قهوه سكر اتاي كتحط فيهم هكا كيجيو في الكوزينه عاطين منظر زوين وعاد محافظين عليها. والفوقانيه ديالهم ديال الخشب بحال هادو راه كانوا دايرين في بيم، هادي ديال الخبز بحال هادي كانوا دايرينها في بيم بالحق ب 99 درهم، مي ما فيهاش دوك اليدين هكا في الجناب، وحتى في الكبوريه ماشي بحالها، هادي كبيره 140 درهم حتى هي فيها 120 عفوا، حتى هي فيها لوينات كيف كتشوفوا معايا، الكحل الغوز الكري، لوينات غزالين. وكاين هاد الطقم هذا ديال كاز زيت والعسل وزيتون كيف كتشوفوا معايا هكا، غادي بواحد ديكور زوين ب 50 درهم. كاين هذا حتى هو واحد ديال هكا اتاي ولا ديال العطريه، مهم جوج فيهم جوج ب 50 درهم. كاين هاد الشكيلات هكا بلديين، وكاين هاد الطقم هذا الصينيه بهاد الديكورات ديالها، جوج ديال الصينيات الكبيره والصغيره بلاطو، ديكور زوين 325 درهم. كاين هذا كذلك، المهم هادو كيجيو من الاواني الراقيه وكيجيو في المنظر زوين هكا، كيتحطوا في الصالون ولا هذا كيجيو زوينين في الحطه. كاين اشكال متنوعه بحال هذا ب 230 درهم، الديكور ديالهم صراحه كيشهي غزال. كاين هذا ب 250 درهم، جوج ديال لي بلاطو. كاين هاد البلاطو هذا بوحدو 180، هذا كيجي هكا في الحطات الحلوه ولا الكيك، المهم كيجي زوين. كاين هذا ب 130 درهم، وهذا الشكل حتى هو كاين بزاف 180 درهم. هذا بالنسبه لهادو اللي كيكون فيهم ديكور الرخامه من الفوق، كاين بزاف ديالهم الاشكال والانواع. ديكورات صراحه غزالين وكيجيو زويونين هكا وراقيين في المنظر. كيف كتشوفوا معايا الطقم هذا ب 200 درهم،
شكال صراحة زوينين، كيشهيو هكا في الحطة، كيجيو غزالين. هذا ب200 درهم، وهذا ب160 درهم. هذا الأنسومبل فيه الكبير وفيه المويان. هاد السلة هادي تقريبا تاهي واقيلا 160 درهم. مهم بزاف ديال الأشكال، وكاين هاد الطقم هذا كبير ديال الكيسان، والكاس كبير ديالهم بالكيسان فيهم لوينات، هذا ب400 درهم. ولكن الشكل ديالو صراحة غزال، هذا راقي في الشكل ديالو، زويون بزاف. كاين هاد المكانة هادي تقريبا شي 700 درهم، كبيرة تاهي. هذا ب230 درهم، هاد لونسومبل هادو. المهم حاولت نشد معاكم اهم الاشياء، اهم هكا الحويجات اللي كيكونوا زويونين. بحال هذا ب600 درهم اونسومبل، فيه جوج ديال لي بياس. وكاين هاد العجانات حتى هما موجودين، حطوهم دابا هاد الوقيته. كاين 900 درهم، كاين 800، كاين 750 درهم، المهم على حسب النوع والشكل. المهم انا لاحظت ان هاد الاشياء اللي حاطين هنايا في هاد المحل اسطنبول، بحال الاشياء اللي حاطين في بيم، تقريبا هكا كيكون نفس السلعه غالبا، حيت السلعه تركيا. وكاين كذلك هاد ديال البغرير، المقلات تيفال، كاينين هادو ديال 30 درهم، شويه خفاف. كاين هاد المقيلات تا هما هادو ديال تيفال 50 درهم. وكاين كذلك تا ديال البغرير كتكون شويه ثقيله، فيها هذيك اللعيبه ديالها هكا باش كتهز، ب50 درهم حتى هي. وكاين كذلك جبانيات ولا زليفات، كيف كل واحد كيفاش كيسميهم، انواع واشكال كيف قلت لكم. سورتو دابا مع حلول شهر رمضان جابوا لوينات غزالين، واشكال مختلفه. انا فاش كنت كنصور يلاه كانوا كيدخلوا ديك الساعه في السلعه، جابوا صراحه اشياء بزاف. هاد زليفات هما يلاه جابوهم ب5 دراهم. هكا الانسان كينوع وكيبدل، عام جديد، اشياء جديده. كيف كتشوفوا معايا، كاينين هادو اللي فيهم هاد الموتيف هذا البلدي، وكاين اللي سامبل، كاين اللي فيهم هكا الكتابه، لوينات مختلفه كيف كتشوفوا معايا. والشكل ديالهم زوين صراحه غزالين، 5 دراهم. كاين هاد الابيض سامبل، وكاين هاد لي طاس هكا القهوه حتى همايا، تاهم هادو يلا جابوهم ب5 دراهم. وخلاص معروف هنا في الاواني ديال 5 دراهم. كذلك هكا زليلفات ولا طبيصلات ولا هكا حويجات هكا في الحطه كيجيو زوينين، واشكال مختلفه، حتى هما ب5 دراهم. كيف كتشوفوا معايا اشكال مختلفه، كيدوخ صراحه هذا الشيء وكيشهي. كاين كذلك هادو ديال الزيت، هما يلاه جابوهم ب5 دراهم. كيف كتشوفوا معايا راه يلاه السيد كيحل من الكرتون وانا كنصور. ممكن نحاول نشد معاكم كيف قلت لكم الجديد، ونعرفكم هكا على اهم المحلات التجاريه الكبرى سورتو هنا في مدينه القنيطره. كيف كتشوفوا معايا حتى هاد الزلايف هادو يلاه جبدوهم من الكرتونه، حتى هما 5 دراهم. المهم هو كيجبد وانا تابعه كنصور. صراحه اشياء زوينه ومختلفه هكا، انسان كيبغي ينوع كيف قلت لكم مره. وهنا هادو ديال الزيت، هاد القراعات ديال الزيت هما موجودين، الانواع والاشكال. كاين القراعي ديال الماء حتى هما 5 دراهم، هادو كلهم 5 دراهم. كاين حتى ديال العطريه، كاين هاد الشكيل هذا حتى هو ديال الزيت 5 دراهم. وهاد الزلايف كيف كتشوفوا معايا مختلفين حتى هما، هادو في الحطه كيجيو هكا في الكونفيتور ولا، مهم كل واحد كيفاش كيستعمل. كاين هاد لونسومبل هذا، هذا ب5 دراهم الوحده. الا خديتي باكيه كيكونوا فيها 6 وقيله ولا 12، ب 600 درهم الا كانوا 6، 5 دراهم الوحده. هاد الكيسان حتى هما ديال العصير وديال هكا المناضه، حتى هما زوينين يلاه جابوهم ب5 دراهم. وكاين هاد القراعي هادو، هاد الانواع هادو تا هما مختلفين، 13 درهم.
كاين هذا الشكل هذا حتى هو زويون ديال الزيت 13 درهم. هادو كاملين هادو ب 13 درهم. هنا هاد اللي فيهم هاد الزواقات هكا، وكاين هاد الشكل هذا ديال هكا بحال القريعات كيتحط فيهم حتى هما، تحط فيهم السكر ولا سنيده ولا المهم كتخبعي فيهم لوبيا ولا العدس. هادو ب 18 درهم. هادو كذلك حتى هما ب 18 درهم. هاد الشكل هذا حتى هو زويون ديال القراعي هكا ديال الزيت، ممكن دير فيهم زيت البلديه، زيت الروميه. وكاين كذلك هكا ترموسات كيف كتشوفوا معايا، جابوا اخر ما كاين حتى هما في الترموس. كاين هادو 100 درهم، وكاين الصغار ديالهم ب 80 درهم. هاد السامبل هادو ب 80 درهم. كاين هاد الترموس الانوكس حتى هو ب 80 درهم. هاد الكبير هذا كنظن 150. هاد البراد اتيتا هو 150 درهم، زويون. كاين فيهم هادو الانواع، فيهم الصغار والكبار، فيهم المويان. المهم كيبدا من 150 درهم. هاد الديكور هذا الكبير تا هذا ب 300 درهم. هذا تا هو زويون كيجي في الحطه. كاين تا هو الصغير ديالو. مهم البرار تيبقاو على حساب الحجم ديالهم، الكبير الصغير الموين. مهم الكبير 150 درهم في هاد السامبل، والموين كنظن 90 درهم. كاين الصغير كاع ب 60 درهم. هذا 150 درهم كيف كتشوفوا معايا. الموين ديالو ب 80 درهم، وكاين الصغير كاع ب 60 درهم. كيف كتشوفوا معايا الشكيلات زويونين والانواع متواجدين. وكاين كذلك هنا الطباصل، معروف هنايا كيكونوا طبيصلات هكا الكبار ولا الصغار. كاينين هادو اللي فيهم هاد الزواقات، وكاين سامبل. ومعروف كذلك على المحل ديال 5 دراهم. كاين كذلك هاد السلعه هادي كيف قلت لكم، هادي راه كاينه في بيم، كتكون اثمنه مختلفه، مي هنا كلشي ب 5 دراهم. كيف كتشوفوا معايا هاد البيموات هادو، كوكيز ولا مهم بزاف ديال الاشياء. كاين لي صوص، كاين اتاي، مهم بزاف ديال الاشياء. حاولت انا نشد معكم لو ماكسيموم. في الاخر كنقول لكم شكرا للمشاهده. كنقول لنا جداد مرحبا بكم معايا مجددا في القناه. ما تبخلوش ليا بلي لايك وفي كومونتير. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على هاد التخفيضات اسطنبول فين جات، جات في مدينه القنيطره في دوبل فوا بوالور في ميموزا حدا قاعه افراح عمله. مهم محل كبير فيه بزاف الاشياء، ان شاء الله تكونوا خديتوا فكره. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.